هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ في الفيديو بتاعنا انا هجرب ابني بيت في ماب لوكسمبورغ. اوكي، في البداية كده البيت هيكون صغير علشان ده اول بيت اصوره، او بمعنى اصح اصور وانا بعمله. اوكي، في الاول عايزة اوريكم المساحة اللي احنا هنصور فيها، وبعديها هنبدأ ان احنا نحط الحيطة. معلومة صغيرة، البيت ده لفرد واحد بس او فردين، بس طفل وشخص. اوكي، دلوقتي انا عمالة بحط الحيطة بس مش فاهمة ليه مش عايزة تظبط، لحد ما اخيرا زبطت. اوكي، من اليمين حاسة انه هيكون احلى لو حطيت الحمام، اما من الشمال هحط اوضة النوم. بصوا يا جماعة، من الاخر كده هتشوفوا عظمة في الاخر، لاني انا اصلا مع اي حاجة بعملها بتكون عظمة، تفخيم في النفس عالي جدا، بس اتس اوكي. عامه اول مره عملت الغرفه كانت ورا الحمام بالظبط، بس ما عجبتنيش فحطيتها في الشمال. يا جماعه، واللي حابب يعمل بيت زي دوت فالفلوس اللي انت هتحتاجوها ثانيه واحده احسبهم وارجع لكم تاني، 40,000 جنيه. ومعلومه بس، الماب دوت ب25 روبكس عشان بس الناس اللي عايزه تلعب. اوكي، دلوقتي انا هحط الفلور. تمام، حاسه ان انا لازم ابدا بالصاله والمطبخ الاول. مبدئيا كده البيت ده هيكون كيوت، لان انا بحب اي حاجه كيوت، فهعمل لكم دايره على الالوان اللي انا هختارها. اوكي، حبيت ان الارض يكون كده لونها سموني شويه، والحيطه بينك فاتح موت وباهت شويه، محدش يسالني ازاي بس هو كده. اوكي، دلوقتي خلصنا الالوان بتاعت الصاله والمطبخ، دلوقتي هنحط الباب. كنت عايزه باب يكون بسيط عشان يكون لايق مع المكان يعني، وقلت بالمره بقى احط باب الحمام. يعني هو بعيدا عن في باب الحمام في خرم كده ازاز يعني بحيث انك تشوف اللي جوه، بس عادي كده كده قلنا ان البيت ده لشخص واحد. اوكي، بعديها هنحط ايه ده، اسمها ايه، الكنبه. عايزه كنبه تكون بسيطه برضو علشان يعني المكان مش كبير قوي، فعايزاها تكون بسيطه. اوكي، انا حاسه ان دي هتكون كيوت قوي، فهحط منها واحدة عشان المساحة، وهجيب منها الكراسي الصغنونة دي، واكيد كان لازم اغير لونها ده لان هو بصراحة كان شكله غريب قوي، علشان نعمل تناسق مع الالوان. عايز اقول لكم ان انا دخلت في حاجات غريبة، فعادي لان انا اول مرة العب من على الكمبيوتر في اللعبة دي. بعديها حبيت اني احط الفرشة والترابيزة، واكيد اكيد اكيد كان لازم تلفزيون يكون كده شكله فخم كده يعني يا جماعه البيت هيكون رايق اقسم بالله. اوكي، مبدئيا كده انا عايزه اقول لكم ان البيت في النهايه بجد بيكون شكله جميل جدا وكيوت قوي 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 قوي. ولو حبيتوا المحتوى ده اكتبوا لي تحت في التعليقات، وانا هعمل لكم من ده كتير قوي، والمرات اللي جايه هيكون في طابق تاني. تخيلوا كده المنظر، بجد هيكون سو كيوت. وده غير الحديقة الخلفية، بجد يا جماعة هزبطكم. اوكي، حاسة ان اللون الاورنج ده مش هيكون لايق مع الوان المكان، فهغيره هخليه ابيض. توقعوا كده لون الكنب هيكون عامل ازاي؟ اكيد هيكون ابيض وبينك، لان بجد الالوان دي بحسها كيوت قوي، وانا بحب اللون البينك الفاتح والبربل والاسود، مش عارفة ليه علاقة الالوان اللي بحبها بالفيديو، بس تمام. اوكي، عايز اقول لكم ان ممكن تشوفوا اني عملت ده في 4 دقايق، لكن انا قعدت في الصالة حرفيا نص ساعة يعني اخدت وقت كبير جدا. فهختصر عليكم الكنب اللي انا بلونه دوت، وهرجع لكم تاني. A few moments later. اوكي يا جماعة، انا دلوقتي خلصت الصالة، بس هل انتوا فاكرين ان انا هوريكم الصالة عادي جدا كده؟ ابدا، انا انسانه نسايه، نسيت اصور لكم الصوره بعد ما خلصت. انتوا حاولوا تلقطوها بقى، اعمل لكم ايه. اوكي، دلوقتي انا دخلت في المطبخ. عايزه اقول لكم ان المطبخ ده كان بجد قطعه فنيه، يعني ريلي يعني كان قطعه فنيه. فبدات باني احط البتاع ده، والله ما عارفه اسمه، بس على ما اظن انه رخامه يعني، انا مش عارفه، بس عامه حطيته. محدش يسالني ليه الشاشه بعيده كده، بس انا اول مره العب من الكمبيوتر فمش عارفه اتحكم بالشاشه كويس قوي. سبت مساحه في النص فاضيه عشان احط الثلاجه والبوتاجاز، وطبعا قعدت كتير قوي عقبال ما نقيت الثلاجه والبوتاجاز، فهختصر عليكم برضو كل ده.
اوكي بصراحة انا حطيت حاجات اكتر من التلاجة والبوتاجاز، حطيت مايكرويف ومكنة القهوة وخلاط ومكنة التوست. هل تعتقدون ان الرماس هتسيب الحاجات كده من غير ما تلونهم؟ ابدا، ما تفوتنيش دي. لونت مكنة التوست باللون البينك، كان فاقع شوية بس تمام، والبوتاجاز والمايكرويف كان لونهم ابيض، والتلاجة بينك تاهت. وحبيت اني اعمل المطبخ امريكان كيتشن، فحطيت البتاعة دي، والله ما عارف اسمها برضو، بس انا على فكرة حطيتها عشان شكلها بس مش اكتر. واخيرا كنت حطيت الحاجات الاساسية، وكنت لسه بقى هحط الحاجات الزينة، بس قررت ان انا هحط اللايت الاول، وحرفيا يا جماعة انا اتشليت والله في اللايت دوت. انا عارفة ان انا بقول لايت مش لمبة، بس it's okay. تمام، هنا بقى ما كانش عاجبني المنظر، فقعدت الزقهم في بعض اكتر، فهرجع لكم بعد الفاصل. فاصل ونواصل. اوكي، هنا انا كنت خلاص حطيت اللمبه والنور والكلام ده، بس لان الفيديو حاليا ساعه وعشر دقايق، فللاسف هضطر اقص تاني. بصوا يا جماعه، انا هوريكم حاجه قبل نهايه المطبخ كده، لان انا طبعا يعني مش هوريكم نهايه المطبخ في نص الفيديو، يعني ازاي يعني، لان الفيديو ساعة وعشر دقايق وانا مش عايزة اطول عليكم. اوكي يا جماعة، هنا انا كنت ظبطت اللايت شوية وعملت السفرة. دلوقتي انا كنت عمالة بحط بقى الكراسي وبتاع. بصوا يا جماعة هوريكم شكل فخم اقسم بالله في الاخر. اوكي، محدش يستغرب ان انا حاطة بينك مع بلاك، بس انا لسه هلونهم. اوكي يا جماعة، من المرة الخمس تريليون، للأسف هضطر اقول لكم فاصل ونواصل، بس صدقوني في مفاجأة في الاخر. اوكي، دلوقتي حبيت اوريكم كده منظر كده، وبعديها هنخش تاني على الحمام بقى يا جماعه، يعني ورانا شغل كتير لسه. يلا فوقوا كده، هات لكم كوبايه نسكافيه، يلا فوقوا لسه ورانا شغل كتير. تمام، فدلوقتي هنخش عند التويليت علشان نشتغل بقى فيه. عايز اقول لكم ان انا هعمل حاجات فخمه. على فكره انا كنت بلعب اللعبه دي مع اخواتي، وانا برضو كنت بعمل لهم البيوت، لان انا يعني بحب اعمل بيوت وكده، فكنت بعمل اي كروات، ما كنتش بعمل الحاجات القمر اللي انتوا شايفينها دي. فلما وريت لاخواتي البيت كامل قعدوا يقولوا انت ما كنتيش بتعملي كده ليه لما احنا كنا بنعمل البيت معاكي، لان انا ما بطلعش الحاجات القمر دي الا ليكم انتم المتابعين. اوكي، دلوقتي خلينا بقى نروح للتويلت، علشان انا حتى ما عملتش فيه الفلور. انا محتارة اعمل لون الحيطة بتاع الباب ابيض ولا بلو. انا هعمله ابيض وهعمله كمان عليه سيراميك. يعني بصوا يا جماعه، ابداع. انا كنت باخدكم لفه في المكان، فعادي ولا يهمكم. انا هنا بدات احط بقى الشاور والتويليت، او القعده من الاخر كده، من الاخر كده، والحوض. وطبعا هل انا اختار العفش كده بسهوله؟ ابدا، ما بقاش رماس. قعدت نص ساعه ادور لي على حاجه تكون مناسبه، واصلا يا جماعه الاختيارات مش كتير اساسا يعني. المهم حطيت استغفر الله يا رب، كل ما افتكره انساه. الشامبو، فرشه الاسنان، ومعجون الاسنان، وبتاع تاني كده جنب الشامبو انا ناسيه اسمه، وحطيت المراية، ودوت الفاينل ريزلت، وبإضافة الاستشوار، وفوطة كده جنب المراية ما اظنش ان احنا محتاجينها. اوكي، ودلوقتي اخيرا 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 هنروح لغرفة النوم. انا اصلا 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 مستنية اوضة النوم، مش عارفة انا ليه عملتها في الاخر، بس انا كنت مستنيها بصراحة، لان انا هبهركم. سو يلا بينا نروح علشان نعمل الاوضة، اوضة النوم. مبدئيا كده الأوضة دي هتكون مرتبة لشخص كبير، علشان أنا بصراحة كنت عايزة أحط فيها مكياج، وهكون مرموجة لشخص كبير وصغير بصراحة، لأن أنا عملت حاجات كتير قوي كيوت. أوكي، الأرض هعملها أبيض باهت، أما الحيطة فأكيد هعملها وايت، بس لو عملتها أبيض هيكون الإضاءة عالية قوي، بفكر أخليها بينك وخلاص، اللي هو البينك الباهت ده، مش ده التاني، هو ده. اوكي، لو انت الحيطان كلها، ودلوقتي جه دور السرير. حبيت السرير يكون كده كيوت وملكي شوية، هو مش ملكي قوي بس شوية. ما كنتش عارفة بصراحة اعملها
على الشارع ولا جنب الباب من ورا. انا يا جماعه حاسه ان انا بعمل بيت حقيقي، مش فاهمه ليه، بس انا حاسه ان انا بعمل بيت حقيقي. واكيد كان لازم دولاب فخم كده كبير، يعني ايه يكون كده يستحمل كميه هدوم عملاقه، مع اني مش هحط فيه هدوم، بس لازم يكون كبير برضه. حد هيقول لي هو ده الدولاب اللي انت بتقولي عليه كبير؟ هعمل منه اتنين، شوفوا بقى عملاق. وده غير المكتب الصغنون اللي هعمله برضه هنا. انا حاسه مش متاكده ان انا بحرق عليكم، مش فاهمه ليه، بس انا حاسه مش متاكده. اوكي انا حطيت التسريحه دي، انا مسميها تسريحه مع انها مش تسريحه، وحطيت كمان اللي هي الكنبه اسمها ايه، الكنبه الشباكيه، انا مسميها كده. زي ما قلت لكم ان انا عايزه اعمله صغير، فهجيب ترابيزه صغيره وهحط عليها كمبيوتر واتنين كتاب و حاجات كتير كده. ولمبة صغنونة ديت اللي هي بتبقى على المكاتب كده، بيبقى شكلها فخم وبتاع. وحطيت علبة ألوان، مش عارفة مع إن مفيش أي حاجة هكتب عليها، بس حطيت علبة ألوان، مش عارفة هي كانت كده، كان شكلها جميل كده. وبالإضافة إلى مراية صغنونة كده شكلها كان كيوت بصراحة، كان شكلها ملكي، فقلت وربنا لا أشتريها. هنا كنت عمالة زي الهبلة عمالة أحاول أحط أي مراية عشان كده يكون زي التسريحة، لكن بعد كل هذه المحاولات عرفت انه ممنوع اني اعمل كده. وبالنسبة للتسريحة فانا حطيت علبة مكياج كاملة، حطيت شوية روجات كده هوت على شوية مانيكيرات، واكيد كان لازم مشط ومكوة شعر وايه تاني يا ربي، حاجات كتير كده. وبالنسبة لان هو مرضاش يحط لي مراية، فاستعملت مراية صغنونة كده. عايزه اقول لكم ان انا اتبهرت بعلبه الاي شادو دي بجد، يعني كان شكلها تحفه. ورقيت ورديه حمراء قلت بالمره بقى، وحطيت سرير لونه صغنون جنب السرير بتاع الكبار، وكمان كان اكيد 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 لازم تيدي بير كبير جدا بحجم الانسان. اما بالنسبه لدخله البيت فمعرفتش اعملها حلوه قوي، لان بصراحه كل الفلوس اللي كانت متبقيه معايا اقل من 1000 جنيه، فانا كسلت اروح اشتغل واجمع فلوس واستعملت ال 600 جنيه اللي معايا. بس عامه هي كان شكلها كيوت في الاخر. عايزين الصراحه يا جماعه هي كانت شويه خضره بصراحه يعني. اوكي واخيرا وليس اخيرا حان وقت الجوله، انا مش عارفه ليه عديت كده هو، بس تمام يعني. اوكي رحت من اول وجديد عشان كده يعني منظر كده يكون جميل. اول حاجه عدينا بيها كانت الصاله، وبعديها السفره والمطبخ. شوفوا الحاجات الزيادة اللي انا حطيتها عند المطبخ، اطباق وبهارات وحلل، وكمان المعالق والشوك والحاجات دي. وتاني حاجة هي كانت اوضتي، شوفوا قد ايه هي كانت كيوت جدا جدا جدا. ده بيبي، ده سرير البيبي اقصد، ودي اقصد التسريحة والمراية، بصراحة حبيتها. وكمان المكتب الصغنون، وقعدت العب شويه في اللمبه، وكمان فتحت لكم الدولاب دوت عشان اوريكم ان ما فيهوش حاجه يعني. والتيري بير بجد كان كيوت قوي، قعدت العب معاه بعد ما قفلت الفيديو. واخيرا السرير بتاعي، وحبيت اوريكم ان انا عملت اللمبه بينك، يعني مثلا تخيل كده ان انت نايم في ضوء هادي جدا جدا جدا، بينك كده خفيف جدا، بجد هتكون حابب الموضوع صح؟ عجبتني قوي فكرة اللمبة ديت. وكمان روحت وريتكم التواليت، ودلوقتي روحت اوريكم الحمام. بصراحة انا حبيت البيت جدا، وشوفوا الحمام كان ازاي هادي. ده الدش، وكمان كان فيه التواليت ذات نفسها، يعني انتوا فهمتوني صح. ودي كانت المراية وشوية حبشتكنات كدهوت. وكده اكون اخدتكم جولة في بيتي الصغنون، واتمنى ان المحتوى ده يعجبكم، ولو عجبكم انا هعمل منه اكتر من حلقة وبس كده. لكن انا بعد ما خلصت الفيديو ما يغركوش الكيوت اللي كانت من شوية ديت، خلاص جعفر جت. بس انا بعد ما قفلت الفيديو اكتشفت
ان في حاجات انا نسيت اصورها. شوفوا لما بدوس على علبة الميك اب ده اللي بيجيلي. والمكوة بقعد اسرح بيها شعري، بجد كان كيوت جدا. والمشط بقعد اسرح بيه شعري، اكيد يعني هكون بعمل ايه يعني بالمشط، باكوي بيه شعري مثلا. اوكي، ودلوقتي رحنا للمكتب علشان كنت عايزه اوريكم الكمبيوتر فيه ايه. اولا كنت بقعد اتصفح الانترنت تقريبا وبكتب حاجه انا مش عارفه انا بكتب ايه بصراحه، وجالي البتاع الرزله دي بيقول لي ان انا جالي موهبه الكتابه. سبحان الله، يعني انا ما كنتش بعرف اكتب يعني ولا ايه، مش فاهمه. ولما روحت العب على الجهاز قال لي انت جالك موهبه اللعب. يا سبحان الله يا سبحان الله، انا ما كنتش بعرف العب في الاول من غيرها بجد، يعني بجد حياتي بقت اجمل بكتير. انا حست فعلا بالتغيير، حاجه رخمه بجد. اوكي، مش عارفه انا هنا كنت بلعب ايه بصراحه، بس انا زهقت منها فخرجت علشان اوريكم الحاجات اللي في الحمام. اولا الاستشوار، بصوا بصراحه ابهرني، غريبة يعني ما جابليش مهارة ان انا بقيت بعرف اسشور شعري بعيدا عن اللدغة اللي جت دي، بس اوكي. وغسلت اسناني وبرضه ما جاليش مهارة اني بعرف اغسل اسناني، حاجة غريبة والله. عامة كده يكون خلص البيت بتاعنا. وآخر حاجة بس عشان انا عارفة ان انا رخمت عليكم كتير قوي، ده هو الدوش. بعرف اخد فيه باث وبعرف اخد فيه شاور، ويعني بجد كان حاجة جميلة قوي. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطولي لايك وبس كده. سلام سلام، وانا بستحمى، باي.